بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلاب، في محاضرتنا الخامسة في مقرر اقتصادات المالية العامة، النهاردة بنواصل دراسة موضوع الضرائب. شفنا في المحاضرة اللي فاتت تقسيمات أنواع الضرائب، اتكلمنا عن الضرائب الشخصية والضرائب العينية، اتكلمنا عن الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة، شفنا معايير التمييز بين أنواع الضرائب، شفنا مزايا وعيوب كل نوع من أنواع الضرائب. النهاردة بنستكمل دراسة ده بالتفرقة بين ثلاثة أنواع من الضرائب: الضرائب على الدخل، والضرائب على رأس المال، والضرائب على الإنفاق. هنشوف إيه معناهم وإزاي بيتم التفرقة فيما بينهم، ثم ننتقل لموضوع كيفية ربط الضريبة وتحصيلها. إزاي بحدد الضريبة اللي يدفعها كل شخص؟ إزاي بربط على الممول الضريبة؟ بنشوف إزاي بيتم تقدير المادة الخاضعة للضريبة أولاً، ثم وضع سعر الضريبة، وضع فئات الضريبة المختلفة اللي حصلها من الممولين، وننتهي بدراسة كيف يتم تحصيل الضريبة وهي المشاكل التي تواجهنا أثناء تحصيل الضريبة. نبدأ أولا باستكمال دراسة أنواع الضرائب. هنقسم أنواع الضرائب إلى ثلاثة أنواع: ضرائب على الدخل، وضرائب على رأس المال، وضرائب على الإنفاق. في المحاضرة اللي فاتت فرقنا بين الضريبة الشخصية والعينية، وقلنا الضريبة الشخصية تأخذ في الاعتبار ظروف الممول، والضريبة العينية لا تأخذ ظروف الممول. قسمنا أيضا إلى ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة، وقلنا ان الضرائب المباشره هي ضرائب على الدخل وضرائب على راس المال. دي ضرائب مباشره على الاشخاص، الاشخاص سواء كانوا اشخاص طبيعيين او اعتباريين، كانوا بني ادمين او مشروعات وشركات ومصانع الى اخره. واخيرا كان في الضرائب غير المباشره، وهي الضرائب على الانفاق على السلع والخدمات. بعد ما قسمناهم الى ثلاث انواع: ضرائب على الدخل، وضرائب على راس المال، وضرائب على الانفاق، عايزين نتناول كل ضريبه على حده. بنبدأ بضرائب الدخل. ضرائب على الدخل، عشان ناخد ضرائب على الدخل لازم الأول نبدأ بتعريف الدخل. تعريف الدخل، إيه تعريف الدخل عشان ناخد عليه ضريبة؟ وهنا هنجد عندنا تعريفين للدخل: التعريف المدني للدخل، التعريف القانوني أو المدني للدخل، وبعدين هيبقى في تعريف اقتصادي للدخل. التعريف المدني أو القانوني للدخل بيقول إيه؟ بيقول له الدخل هو مبلغ من النقود يأتي من مصدر ثابت بصفة دوري. مبلغ من النقود يأتي من مصدر ثابت بصفة دوري. عشان أقول إنه هذا المبلغ يعتبر دخل، لازم يبقى هذا المبلغ بيأتي من مصدر معلوم وثابت وبيتكرر، بيتكرر بقى كل شهر، كل سنة، كل أسبوع. يعني مرتب العاملين في الدولة والعاملين في القطاع الخاص بيشتغلوا بمرتب شهري، في عمال بيشتغلوا بأجر أسبوعي، في أصحاب مصانع بيحسبوا دخلهم اللي هو أرباحهم في السنة، فده دخل سنوي، وهكذا. مبلغ من النقود يأتي من مصدر ثابت بصفة دوري. لما تيجي تفرض ضريبة لازم هذا التعريف ينطبق على المادة اللي بتاخد منها ضريبة الدخل. التعريف الاقتصادي بيجد الاقتصاديين ان الفرد ممكن يبقى دخله اللي بيأتي من مصدر ثابت بصفة دورية 2000 جنيه في الشهر، موظف بقى 2000 جنيه. بس الموظف ده بيصرف في الشهر 5000 جنيه او 4000 جنيه، انفاقه اعلى من الدخل المثبت. فبقول ان المفروض التعريف الصح يبقى هو مجموع نفقات الفرد الاستهلاكية مضافا اليه صافي التغير في الثروة. مجموع نفقات الفرد الاستهلاكية
مضافا اليه صافي التغير في الثروه. يعني واحد مرتبه 3000 جنيه يبقى مرتبه دخله السنوي 36000، لما نيجي نلاقيه صرف 46000. طب ما هو صرف 46000 ده مجموع نفقاته، ممكن يكون سحب 10000 جنيه من مدخراته، يبقى كده هو فعلا دخله 36. هو دخله 36 وسحب 10 من مدخراته، يعني ثروته نقصت ب 10000، فيبقى صرف 46. لكن لو كان هو صرف 46 وكمان ثروته زادت ب 20000، يبقى معنى كده ان هو دخله السنه دي 66000. 46 صرفهم و20 زادوا في الثروه. مصدرهم بقى موضوع ما يهمناش، لان هو ده الدخل الفعلي، هو فعلا جاله 66000، صرف 46 وحوش 20. فده من وجهه نظر الاقتصاديين انه عشان نعرف الدخل الحقيقي اللي الفرد خده بغض النظر عن مصدره، هذا الدخل الحقيقي هو مجموع نفقاته الاستهلاكيه مضافا اليه صافي التغير في الثروه. لكن طبعا الضريبه بتاخد بالتعريف المدني او التعريف القانوني للدخل. طب لما اجي اخد ضريبه على الدخل، في ضريبه عامه على اجمالي الدخل، وفي ضرائب نوعيه على كل نوع من انواع الدخل. انا عندي هنا ضريبه عامه وضرائب نوعيه. كل نوع من انواع الدخل عليه ضريبه. واحد بيشتغل موظف اخر الشهر بياخد ضريبه من مرتبه، جاله دخل من ارباح اسهم، ارباح الاسهم مش الاسهم نفسها، عنده اسهم ب 100000 جابت له ارباح 10000، لما اخد ضرائب على على 10000 ارباح الاسهم دي ضريبه الدخل، دخله السنوي من الاسهم. عنده قطعه ارض بتجيب له ريع، دخل سنوي، لما اخد منه ضريبه تبقى ضريبه على الارض. دي اسمها ضرائب نوعيه على كل نوع من انواع الدخل. واخر السنه اقول له اجمع لي كل مصادر دخلك كلها وقول لي ايه هي اعبائك وهتدفع ضريبه عامه على اجمالي الدخل. هنا الضرائب النوعية على كل نوع من أنواع الدخل ضريبة عينية تنظر فقط للمادة الخاضعة للضريبة، زي ما كنا بنقول قبل كده لما يبقى اتنين موظفين مرتبهم 3000 جنيه يدفعوا زي بعض. ما اقدرش اقول واحد اعزب والتاني متزوج وعنده اطفال، ما اقدرش اتابع حالتهم الشخصية كل شهر. لكن اقدر اخر السنة اقول لكل واحد منهم اجمع لي دخلك السنوي وتعالى قول لي ايه هي اعبائك وافرق بينهم بهذا الشكل. فالضريبة العامة تبقى ضريبة شخصية تاخذ الظروف الشخصية في الموظف في الاعتبار، الضرائب النوعية لا، لا تأخذ الظروف الشخصية في الاعتبار. فالضريبة العامة تحقق العدالة والضرائب النوعية تجيب لي حصيلة مالية كويسة. إذا الفرد بيدفع ضريبة على كل نوع من أنواع دخله، وبعدين آخر السنة بيدفع ضريبة عامة على إجمالي دخله من كل الأنواع وناخد في الاعتبار ظروفه. النوع الثاني من الضرائب، الضرائب على رأس المال. تعريف رأس المال زي ما عرفنا الدخل، عايزين نعرف رأس المال. ايه هو تعريف رأس المال؟ تعريف رأس المال هو مجموع ما يمتلكه الشخص من أموال عقارية ومنقولة في لحظة زمنية معينة. هو مجموع ما يمتلكه الشخص، الشخص عشان يبقى طبيعي أو اعتباري، فرد أو مشروع، من أموال عقارية ومنقولة في لحظة زمنية معينة. مجموع ما يمتلكه الشخص من أموال عقارية ومنقولة، في أموال ثابتة زي أراضي، عقارات، مباني، وفي منقولة زي السيارات والمجوهرات والأسهم والسندات، كل دي عبارة عن ثروة منقولة، رؤوس أموال ممكن ينقلها من مكان لمكان، بس بنحسبها في لحظة زمنية معينة. الدخل بيتحسب في الفترة، دخله في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة، لكن رأس المال لا، ما فيش حاجة اسمها رأس ماله في السنة كام، هو رأس ماله يعني رأس ماله في لحظة حسابه. فمجموع ما يمتلكه الشخص من أموال عقارية ثابتة ومنقولة في لحظة زمنية معينة، ده اسمه رأس المال. زي ما حصل في الضرائب على الدخل،
الضرائب على رأس المال برضو في منها ضرائب نوعية على رأس المال وضريبة عامة على رأس المال. ضريبة عامة على رأس المال وضرائب نوعية على رأس المال. الضريبة العامة على رأس المال يعني ياخد ضريبة على رأس ماله كله. دي ضريبة عامة على رأس المال. ودي طبعا المفروض تتاخد بنسبة صغيرة جدا من رأس المال وفي أوقات الأزمات. الضرائب النوعية على رأس المال باخد ضريبة على كل نوع من أنواع رأس المال. لما تيجي تجدد رخصة العربية في ضريبة على السيارة. الضريبة دي ضريبة سنوية على السيارة. هنا بنقول إنه لازم تبقى بنسبة صغيرة جدا من رأس المال. مش زي الدخل. الدخل بيتجدد بيتكرر. فأنا ممكن آخد 10% و20% و25% ضريبة دخل. لكن ما أقدرش أعمل كده في رأس المال. لو عملت كده رأس المال يخلص. ده بيهدد رأس المال ويؤدي لتأكله وتناقصه. فأنا باخد نسبة صغيرة من رأس المال. بس النسبة الصغيرة من رأس مال كبير يديك حصيلة جيدة. يعني الفرد اللي بيبقى داخله 2000 جنيه وبتاخد منه ضريبة 5% مثلا بيديك 100 جنيه. لكن لما تيجي للسيارة ب 100,000 جنيه وتاخد عليها ضريبة بنسبة 1% يعني 1000 جنيه. فالفكرة هنا انه رغم ان النسبة تبان صغيرة لكن الحصيلة كبيرة لانه انت بتاخد نسبة صغيرة من رأس المال الكبير. فالضريبة على السيارة ضريبة نوعية. الضريبة العقارية بتمتلك شقة بياخد منك ضريبة. ضريبة عقارية بنسبة صغيرة قوي من القيمة. يعني الشقة ام مليون جنيه بياخد منك نسبة بال 1000 او 2000. في هذه الحالة بيبقى نسبة صغيرة من القيمة الإجمالية لرأس المال. فهنا رغم أنها نسبة صغيرة لكن بتدي حصيلة مالية كبيرة. الضريبة النوعية بتبقى على كل نوع من أنواع رأس المال. اللي عنده شقة بيدفع ضريبة، اللي عنده عمارة بيدفع ضريبة عليها عقارية، اللي عنده أرض بيدفع ضريبة الأطيان الزراعية. وكل دي ضرائب على رأس المال. وآخر السنة لو تجمعها كلها بقى رأس مالك كام، ثروتك كام، بتدفع ضريبة عامة على رأس المال. بالإضافة لهذه الضرائب، من ضمن ضرائب رأس المال هناك كمان ضرائب على الإثراء وضرائب على زيادة القيمة. ضرائب على الإثراء وضرائب على زيادة القيمة. الضرائب على الإثراء معناها إنك تحسب ثروة الفرد أول السنة وآخر السنة وتاخد ضريبة على الزيادة فقط في الثروة. يعني واحد أول السنة كان عنده 10 مليون، آخر السنة بقوا 20 مليون. لما كنت بقول على رأس ماله 10 مليون ما أقدرش أخد منه نسبة كبيرة في شكل ضريبة وإلا بيهدد رأس المال هيخلص. طب لو أنا خدت ضريبة بنسبة أكبر شوية على الفرق بين العشرين والعشرة، يعني الراجل كان 10 مليون مش هاجي جنبه لكن زادت ثروته بعشرة مليون، العشرة مليون الفرق دول ممكن أفرض عليهم ضريبة بنسبة أكبر شوية، فدي ضريبة على الإثراء. لأن دول 10 مليون فضلوا آخر السنة 10 مليون مش هاخد منه حاجة. هم ال 10 مليون أول السنة و10 مليون آخر السنة، يبقى الإثراء صفر، ثروته ما زادتش. لكن لما ثروته تزيد أقدر آخد بنسبة أكبر ضرائب على الزيادة في الثروة. أمال إيه ضريبة على زيادة القيمة؟ أنا ممكن كمان أقسم ال 10 مليون دول لأصول. في أصل ب 3 مليون وأصل ب 2 مليون وأصل ب 5 مليون. دول ثلاث أصول. واجي اشوف ايه اللي حصل في قيمه الاصول اخر السنه. الاصل اللي بثلاثه بقى باربعه. والاصل اللي باثنين بقى بثلاثه. والاصل اللي بخمسه بقى باثنين. او بقى بثلاثه. ليه؟ عشان نفضل الرقم واحد. دول 10,000، دول 10 مليون. ودول 10 مليون. ضريبه الثروه ما تاخدش منهم حاجه. ضريبه الاسراء ما تاخدش منه حاجه لانه اول السنه كانوا 10 واخر السنه دول 10. ودول 10. لو انا حسبتهم كده مع بعض 10 ودول مع بعض 10 يبقى ضريبه الاثراء تساوي صفر لان ثروته ما زادتش. لكن لو هاخد ضرائب على زياده القيمه بناء لكل اصل على حده يبقى الاصل الاول كان 3 بقى 4 اخد ضريبه على المليون الزياده. الاصل الثاني كان 2 بقى 3 اخد ضريبه على المليون الزياده. الاصل الاخير 5 نقص بقى 3 ما اخدش ضريبه. يبقى هنا انا خدت ضريبه على 2 مليون. المليون الزياده في الاصل الاول والمليون الزياده في الاصل الثاني. يبقى في ضرائب على زياده القيمه اتخذت
رغم ان الضريبه على الثروه تساوي صفر. فالفكره كده ان انا باخد ضرائب على الاثراء ضريبه على الثروه كلها، لما الثروه كلها تزيد باخد عليها ضريبه. طب افرض الثروه ما زادتش مش هاخد ضريبه، بس ممكن يكون في اصول قيمتها زادت واصول قيمتها قلت ففضلت الثروه ثابته، فانا هاخد ضريبه على زياده القيمه لكل اصل على حده، فيديني جزء من الضرائب جزء من حصيله لراس المال. دي الضرائب على راس المال. النوع الثالث من انواع الضرائب هو الضرائب على الانفاق على السلع والخدمات. الضرائب على الانفاق. الضرائب على الانفاق على السلع والخدمات في منها ضريبه عامه وفي ضرائب نوعيه زي اللي فاتوا بالظبط. ضريبه عامه يعني ضريبه واحده. الضريبه العامه مرت بثلاث مراحل، كانت ضريبة وحيدة على الإنتاج، المرحلة الثانية بقت ضرائب متتالية على الإنتاج، المرحلة الثالثة بقت ضريبة القيمة المضافة. في الحالة الأولى كنا بنفرض ضريبة واحدة على الإنتاج. ضريبة واحدة على الإنتاج يعني على المنتج النهائي مش على المراحل المختلفة من السلع. يعني لو أنا عندي قطن بيتم حلق القطن ثم غزل القطن تحويله لقماش وبعدين تحويله الملابس، أخد ضريبة على الملابس بس، لأن لو خدت ضريبة على كل مرحلة وجمعتهم هيبقى في ازدواج في الحساب، هيبقى في ازدواج ضريبي. أنت خدت ضريبة على نفس القماش مرتين، مرة لما كان قماش ومرة لما دخل في الملابس. فبناخد ضريبة على المرحلة النهائية فقط، زي ما قلنا قبل كده بالظبط انه مفروض الضرائب تبقى ما فيهاش ازدواج او ما فيش ازدواج ضريبي. طيب بعد فتره قالوا انه ده معناه ان المنتج النهائي للسلع النهائيه هو فقط اللي هيتحمل الضرائب وباقي المنتجين لا، وان لو المنتج النهائي قدر يتهرب من دفع الضريبه يبقى كل سلسله الانتاج ما دفعتش ضرائب. يعني كل مصانع الملابس في مصر كلها فيها أكتر من مرحلة. في مصانع كثيرة للغزل أو النسيج أو القماش. في مصانع للقطن بتصنعه بشكل معين لأهداف أخرى. كل ده مش هيدفع ضرائب، اللي هيدفع ضرائب هو منتج الملابس بس. فلو منتج الملابس كمان ما دفعش ضريبة وتهرب من دفع الضريبة يبقى في هذه الحالة كل القطاع ما دفعش ضريبة. فقالوا لأنه عشان نضمن تحصيل الضرائب لابد من وجود ضرائب متتالية على الإنتاج. لما تيجي تاخد ضرائب متتاليه على الانتاج قسم الضريبه اللي انت عايزها بين مراحل الانتاج المختلفه. في الغزل، في النسيج، في القماش، في الملابس، كل مرحله تدفع جزء من الضريبه. عشان نضمن انه كل المنتجين دفعوا ضرائب، وعشان نضمن لو في تهرب ضريبي ما يبقاش تهرب من كل سلسله الصناعات المتتاليه. لكن بعد فتره قالوا برضه ما زال هناك ازدواج ضريبي. ان مصنع القماش لما يدفع جزء ومصنع الملابس يدفع جزء، طب القماش داخل في الملابس اللي بيدفع في المره الثانيه. فكانوا النهايه وصلوا لضريبه القيمه المضافه، ان كل المصانع وكل الشركات وكل الانتاج يدفع ضرائب، بس بيدفع ضريبه القيمه المضافه اللي هي ايه؟ اللي هي الانتاج ناقص مستلزمات الانتاج. يعني القطن دفع ضريبه، لما يجي مصنع القماش يدفع ضرائب يحسب قيمة القماش ناقص القطن، يبقى بيدفع على القيمة اللي ضافها بس، وخد قطن بمليون جنيه طلع قماش باتنين مليون، يدفع ضريبة على المليون بس الزيادة اللي هو طلعهم في القماش. مصنع الملابس خد قماش باتنين مليون طلع ملابس باربعة مليون، ما يدفعش ضريبة على الأربعة، يدفع ضريبة على الاتنين الزيادة بس، لأنه هياخد الإنتاج باربعة مطروح منه اتنين مليون قماش، القماش اتدفع عنه ضرائب قبل كده. فالضريبة المضافة هي ضريبة القيمة المضافة، هي ضريبة القيمة الزيادة، ضريبة القيمة اللي تم زيادتها في هذه المرحلة من المراحل. وبالتالي أنا باخد ضرائب من كل مراحل الإنتاج. دي الضريبة العامة على الإنفاق. ننتقل للضرائب النوعية على الإنفاق. الضرائب النوعية على الإنفاق. هنا احنا عايزين نفرق بين انواع السلع المختلفة اللي بنفرض عليها الضرائب. بمعنى انا عندي
سلع ضروري، ونوع تاني في الوسط هسيبه دلوقتي وهنتكلم عن سلع كمالي. عندي سلع ضرورية ملحة وهامة جدا بالنسبة للناس، وسلع كمالية أقل أهمية. لما نيجي نفرض ضرائب، نفرضها بشكل أكبر على السلع الضرورية ولا على السلع الكمالية؟ هنا يحدث تعارض بين العدالة والحصيلة. ودي دايما زي ما كنا بنقول هي مشكلة أي نظام ضريبي، أن يحدث تعارض بين العدالة والحصيلة. إزاي؟ لما أقول إن أنا السلع الضرورية العدالة تقتضي إن أنا أخفض عليها الضرائب أو ألغيها خالص، لأنها سلع ضرورية ومهمة بالنسبة للناس. والسلع الكمالية عشان أحقق العدالة أفرض عليها نسبة ضريبة كبيرة، تبقى النتيجة إن الحصيلة تنخفض بشكل كبير جدا، لأن معظم استهلاك هو سلع ضرورية. فأنت لما بتعفي السلع الضرورية كأنك عفيت معظم السلع وال 90% منها. الحاجة التانية إن السلع الكمالية الطلب عليها مرن. يعني إيه الطلب مرن؟ يعني لما تفرض عليها ضريبة تزود بنسبة 5% المبيعات فيها تقل 40-50%. سعرها يزيد 5% الطلب عليها والمبيعات منها تقل بنسبة أكبر بكتير. يبقى أنت كده حصيلتك هتقل مش هتزيد. مش بس الحصيلة مش هتزيد، ده كمان هتقل، لأن المبيعات هتقل فالضريبة هتقل. هنا بنقول إنه أنت حققت العدالة بس ضيعت الحصيلة. طب العكس، طب لو أنت عايز تاخد حصيلة كبيرة، لو عايز تاخد حصيلة كبيرة زود الضرائب على السلع الضرورية. ليه؟ لأن السلع الضرورية أولاً وسعة الانتشار وتستخدم بشكل كبير، ثانياً الطلب عليها غير مرن لأنها سلع مهمة للناس، الناس مش هتقدر تستغنى عنها. فلما ترفع عليها ضريبة 10% زيادة الطلب عليها مش هيقل 10%، الطلب هيقل 1% أو 2% بس، لأن الناس هتضطر تفضل تشتري، فهتديك حصيلة مالية كبيرة. فكل ما فرضت الضريبة على السلع الضرورية وسعة الانتشار والاستخدام والطلب عليها غير مرن، يعني لما ترفع سعرها بالضريبة الطلب عليها ما يقلش كتير، ده يجيب لك حصيلة مالية كبيرة، بس ده يتعارض مع العدالة. اللي بيحل مشكلة تعارض العدالة والضريبة بين النوعين دول من السلع هو وجود نوع تالت اسمه سلع الاستهلاك الجاري أو الشائع. سلع الاستهلاك الجاري أو الشائع هي سلع مثل الضرورية، مثلها في أنها واسعة الانتشار والاستخدام وتستخدم على نطاق واسع، وأنها الطلب عليها غير مرن، لما ترفع سعرها الناس تفضل تشتريها وتقلل الطلب بنسبة صغيرة جدا. السلع دي زي إيه؟ زي السجاير، الدخان بكل أنواعه، الشاي، البن، المياه الغازية. دي السلع كلها بتستخدم على نطاق واسع جدا كأنها ضرورية، والطلب عليها غير مرن، لما بترفع سعرها الناس بتفضل تشتريها وبتقلل الطلب بنسبة صغيرة جدا. لكن لا نستطيع أن نوصفها أنها سلع ضرورية وضد العدالة أنك تفرض عليها ضرائب، لأنها سلع ضارة بالصحة. كونها سلع ضارة بالصحة لا يمكن أن توصف بأنها سلع ضرورية، ولا يمكن أن يوصف أنه أو يصنف فرض ضريبة عليها أنه ضد العدالة. السجائر مضرة بالصحة، الشاي والبن كترهم مضر بالصحة، كونك تقول لما افرض عليهم ضريبه وسعرهم يزيد ده ضد العداله، لا اكيد مش ضد العداله. فانا هنا بستخدم سلع تشابه الضروريه في الصفتين الاساسيتين، انها واسعه الانتشار والاستخدام، وان الطلب عليها غير مرن، لما ترفع سعرها الناس تفضل تشتريها، وفي نفس الوقت لا يمكن ان تصنف سلع ضروريه لانها ضاره بالصحه، فتفرض عليها ضرائب زي ما انت عايز. فعشان كده اول فرض الضرائب دايما بيجي على السجاير والدخان والى اخره. ده الضرائب النوعية على الإنفاق. دي كانت الموضوع الأول في محاضرتنا عن أنواع الضرائب. ننتقل إلى فكرة ربط الضريبة وتحصيلها. إحنا خلاص شفنا أنواع الضرائب كلها، عايزين نعرف بقى ازاي بيتم تحديد مقدار الضريبة وربطها، بمعنى
التكليف الممول بدفعها وكيف يتم تحصيلها من هذا الممول. بنبدأ الأول بتقدير المادة الخاضعة للضريبة. تقدير المادة الخاضعة للضريبة. أنا عشان أربط ضريبة وأقول للفرد أنت عليك 1000 جنيه ضرائب، لازم الأول نقدر المادة الخاضعة للضريبة، سواء كانت الدخل أو رأس المال أو الإنفاق. طب لما أجي أقدر المادة الخاضعة للضريبة بقدرها إزاي؟ عندي طريقتين للتقدير: التقدير الإداري أو التقدير بواسطة الأفراد. تقدير المادة الخاضعة للضريبة قد يقوم به موظف مصلحة الضرائب، ده اسمه تقدير إداري، إما بناء على معايير بيضعها أو وضعها مصلحة الضرائب، أو إنه يقوم بالتقدير الجزافي، يعني موظف مصلحة الضرائب بينتقل للمكان بيطلع على الدفاتر والمستندات ويراجعها ويتأكد إنها سليمة، أو لو لقى المكان مفهوش لا دفاتر ولا مستندات يقدر هو يقدر تقدير جزافي إنه المكان ده موجود في منطقة نائية طلب عليه قليل، ولا منطقة مزدحمة بالسكان وطلب كبير عليه، مبيعاته ممكن تكون قد إيه إلى آخره. ده بيقوم بيها موظف مصلحة الضريبة. ممكن يبقى التقدير بواسطة الأفراد، إني بخلي الفرد يقدم إقرار على مسؤوليته بالمادة الخاضعة للضريبة، بحيث إنه طلع فيها أي تغيير أو تزوير بيتعرض للمساءلة والعقاب، أو إن أتعامل مع أفراد بيتعاملوا مع الممول. يعني أنا عايز أفرض ضريبة على إيجارات مساكن، أنا مش بس أسأل صاحب العمارة، لا أنا هسأل السكان، أنت بتدفع إيجار قد إيه؟ مش من مصلحة الساكن انه يخفض الايجار بتاعه، يعني لو كان بيدفع 200 جنيه مش هيجي يقول لي 50 جنيه، مش ملوش مصلحة. فبدل ما اسال صاحب العمارة بس فيقول لي ارقام غير حقيقية، انا اخد الارقام الحقيقية من السكان. فكده انا بتعامل مع الافراد، بس الافراد المتعاملين مع المول، وقد يكون الممول ذاته انه يقدم اقرار ضريبي ويتم مراجعته في المستقبل، واذا كان في اي تغيير او تبديل او عدم حقيقة او تزوير ده بيتعرض للمساءلة. إذن أنا الأول لازم أقدر المادة الخاضعة للضريبة عشان أقدر أفرض عليها سعر ضريبة، أقدر أفرض عليها نسبة الضريبة التي تدفع. وده بينقلنا بعد تقدير المادة الخاضعة للضريبة إلى تحديد سعر الضريبة. تحديد سعر الضريبة. سعر الضريبة معناها النسبة اللي يدفعها الممول. كان عندي زمان ضريبة اسمها الضريبة التوزيعية. يعني ايه ضريبة توزيعية؟ يعني ضريبة بتحسب إجمالي ثم يتم توزيعها على مناطق الدولة. الدولة بتحدد هي عايزة حصيلة ضريبة قد ايه. الحصيلة دي بعد ما الدولة تحددها عشان تقدر تمول الموازنة العامة للدولة، بتبدأ توزع هذه الحصيلة على أجزاء الدولة المختلفة، المحافظات والمدن والمشروعات العاملة في كل هذه المحافظات إلى آخره. فأنا عايزة الدولة عايزة 500 مليار، تبدأ توزع ال 500 مليار على أرجاء الدولة، على محافظاتها ومدنها وعلى المشروعات العاملة فيها. لكن تم تعديل هذه الطريقة لأنه ممكن تبقى منطقة فيها عدد ضخم من السكان ومنطقة فيها عدد أقل، منطقة فيها مشروعات كثيرة جدا ومنطقة فيها مشروعات محدودة وقليلة، هنا بيبقى فيه عدم توزيع غير عادل لعبء الضريبة. المكان اللي فيه مشروعات كثيرة نصيب المشروع هيبقى قليل، المكان اللي فيه مشروعات محدودة هيبقى نصيب المشروع كبير من الضرائب. فده فيه عدم عدالة في توزيع عبء الضريبة. وبالتالي انتقل العالم إلى الضريبة النسبية ثم الضريبة التصاعدية. الضريبة النسبية بمعنى أن الأشخاص يدفعوا ضريبة بنسبة ثابتة من دخلهم،
اللي دخله 1000 يدفع 10% 100 جنيه، اللي دخله 10000 يدفع 10% 1000 جنيه وهكذا. دي اسمها ضريبة نسبية، نسبة واحدة موحدة بين كل الأشخاص. لكن بعد فترة قيل إن هذه الضريبة غير عادلة، لأنه كل ما الدخل زاد كل ما قيمة الجنيه قلت والمنفعة الحدية للنقود قلت، فمش كفاية تبقى الضريبة بنسبة موحدة بين الأشخاص، لابد أن تكون بنسبة تصاعدية، يعني كل ما دخله بيزيد كل ما بيدفع نسبة أكبر في شكل ضريبة. يعني 100 جنيه من فرد دخله 1000 جنيه تضحية أعلى من 1000 جنيه للشخص دخله 10000 جنيه، لأن اللي دخله 10000 جنيه لما أخد منه 1000 أنا باخدهم من مدخراته بعد ما اشترى كل السلع الضرورية والكمالية وخلافه، بيحوش وأنا باخد من مدخراته من الفائض. لكن 100 جنيه من 1000 جنيه أنا باخدهم من أساسيات هذا الشخص، شخص عنده أسرة دخله 1000 جنيه لما باخد منهم 100 أنا بقتطع من سلعه الضرورية، وبالتالي 100 جنيه من شخص دخله 1000 جنيه أكثر تضحية من 1000 جنيه من شخص دخله 10000. فمش كفاية تبقى ضريبة نسبة واحدة، لكن لازم تكون نسبة تصاعدية. اللي دخله 1000 جنيه ده ممكن أعفيه من الضرائب، اللي دخله 2000 يدفع 5%، اللي دخله 10 يدفع 20% وهكذا. دي الضريبة التصاعدية. الضريبة التصاعدية أول ما ظهرت كانت تصاعد بالطبقات، ثم تحولت إلى تصاعد بالشرائح. يعني إيه تصاعد بالطبقات ويعني إيه تصاعد بالشرائح؟ تصاعد بالطبقات. تصاعد بالطبقات كان معناه إن إحنا نقسم الناس لطبقات. الطبقة الأولى اللي دخله من 1 لـ1000، الطبقة الثانية دخله من 1001 لـ2000، الطبقة الثالثة من 2001 لـ3000، اسمها طبقات. بقسم الناس طبقات. أما أجي أفرض ضريبة بحط سعر الضريبة طبقا للطبقة، يعني أقول الطبقة الأولى تاخد 10% ضرائب، الطبقة 10%، الطبقة الثانية تاخد 20%، الطبقة الثالثة تاخد 30%. فلما أجي شخص دخله 1000 جنيه أخد منه 10%، يعني أخد منه 100 جنيه، يفضل له صافي 900 جنيه. طب لما الفرد اللي دخله 1000 جنيه ده خد علاوة 10 جنيه، خد علاوة 10 جنيه انتقل من الطبقة الأولى للطبقة الثانية. ال 1000 و10 موجودين في الطبقة الثانية. أدفعه 20%. لما دفعه 20% يدفع 2200، يدفع 202 بنسبة 20%، يفضل له 808. يبقى بعد ما كان الشخص بيقبض صافي 900 جنيه لما انتقل لطبقة أعلى بقى يدفع ضريبة أعلى بكتير، الصافي بتاعه بقى 808، دخله الصافي قل بدل ما يزيد. فالافراد في بدايه كل طبقه كان عندهم مشكله انه لما يترقى دخله الصافي قل، لاني ببدا احاسبه على نسبه كبيره من الضرائب على كل المبلغ القديم والجديد، بحاسبه ب 20% على الألف وعلى العشرة الجديده اللي جات له. فده طبعا بيعمل مشكله للناس في بدايه كل طبقه، فتم تعديلها الى تصاعد بالشرائح. تصاعد بالشرائح معناها ايه؟ معناها هقسم الفرد الى، او هقسم دخل الفرد الى مجموعة شرائح. الشريحة الاولى من 1 لـ1000، التانية من 1001 لـ2000، التالتة من 2001 لـ3000، دي شرائح وليست طبقات. الفرق ان هفرض على الشريحة الاولى 10% والشريحة التانية 20 والشريحة التالتة 30. الضريبة والصافي. اللي دخله 1000 جنيه هيدفع ضريبة 100 جنيه ويفضل له 900 زي المثال اللي فات. لما دخله يزيد يبقى 1010 مش هنقله ل 20%، هسيب له ال 1000 فوق وهنزل له ال 10 تحت. دخله ال 1010 دول هيبقوا شريحتين. الشريحة الأولى 1000 يدفع منها 100 ويفضل له 900 بتوعه زي ما كان. العشرة جنيه الزيادة تدخل الشريحة التانية. لما العشرة جنيه الزيادة تدخل الشريحة التانية ويدفع عنها 2 جنيه ويفضل له 8 جنيه. بقى الصافي بقت الضريبة الإجمالية 102 والصافي بالنسبة له 908 مش 808. يبقى هنا الشخص
نفس دخله بقسمه لشرايح، وكل شريحة من دخله باخد عليها نسبة ضريبة مختلفة. لما اخد نسبة ضريبة اعلى على الشريحة الاعلى، يبقى دخل الشخص بينقسم لشرائح، الالف بتاعته الاولى تفضل زي ما هي، اي زيادة تدخل في الشريحة التانية. طب لما يوصل ل 2500، الالف الاولى يدفع عنها 10%، الالف التانية يدفع عليها 20%، ال 500 التالتة يدفع عليها 30%. اقسم دخله لمجموعة شرائح واخد نسبة ضريبة على كل شريحة من هذه الشرائح. كده احنا حددنا المادة الخاضعة للضريبة، قدرناها، حددنا سعر الضريبة اللي هيتاخد، قسمنا دخول الأشخاص وثرواتهم لشرائح، وخدنا نسبة على كل شريحة من هذه الشرائح. ننتقل إلى آخر موضوع وهو تحصيل الضريبة. تحصيل الضريبة. أثناء تحصيل الضريبة عايز أفرق بين دافع الضريبة ومن يتحمل عبء الضريبة. دافع الضريبة ومن يتحمل عبء الضريبة. ويمكن تعرضنا لموضوع عبء الضريبة ونقل عبء الضريبة قبل كده، احنا بنتكلم عن الضرائب وبنتكلم عن العدالة الضريبية. انا بفرض الضريبة على احد الاشخاص يدفعها للدولة، لو هو تحمل عبئها يبقى دفعها وتحمل عبئها، لكن لو تم نقل عبء الضريبة يبقى هو دفعها بس ما تحملش عبئها، حمل عبئها لآخرين. ومرة تانية هعيد اللي أنا قلته في محاضرة من المحاضرات عن الفرق بين نقل عبء الضريبة وتنظيم تحصيل الضريبة. لما أقول لصاحب المصنع قبل ما تدي العمال أجورهم اقتطع منهم الضرائب وسلمها للدولة، ده اسمه تنظيم تحصيل الضريبة، مش معناها إن أنا حملتها لصاحب المصنع فحملها لعمال المصنع، لا. لما أقول لصاحب المشروع مرتبات اللي عندك للموظفين اقتطع منهم الضريبة واديها للدولة، ده اسمه تنظيم تحصيل الضريبة. أمال نقل العبء معناها إيه؟ نقل العبء معناه إن أنا أقصد بيها صاحب المشروع فيدفع الضريبة للدولة باسمه لأن هو المقصود بالضريبة، وبعدين يرفع أسعار السلع في السوق فيحمل المستهلكين بالضرائب. ومن ناحية الرسمية دفع الضريبة باسمه لأن هو المحمل بها، لكن هو ما هتحملهاش، هو دفعها بس ورجع نقل عبء الضريبة للمستهلكين. طب نقل عبء الضريبة ده يعني أنا كل ما هفرض ضريبة على المنتج هينقلها على المستهلك؟ طب لو كان كده ما بلاش بقى نفرض ضريبة على المنتجين ومن الأول نفرضها على المستهلكين بس. لا طبعا، لا طبعا، مش كل ضريبة بنفرضها على المنتج بيقدر ينقلها للمستهلك. شروط نقل عبء الضريبة. عشان أفرض ضريبة على المنتج ينقلها للمستهلك، ده يتوقف على ثلاث عوامل. واحد، مرونة الطلب. اتنين، مرونة العرض. ثلاثة، نوع نفقة الإنتاج. لما المنتج بفرض عليه ضريبة، لما يرفع السعر نتيجة للضريبة عشان يحملها للمستهلك، ممكن الطلب يقل عليه بشكل كبير. أنا فرضت عليه 5% زيادة ضرائب، هو رفع السعر 5%، المبيعات تقل 30-40%، هيضار. فكل ما كانت مرونة الطلب عالية، المنتج هيخاف ينقل عبء الضريبة، هيخاف يرفع السعر في السوق فينقل عبء الضريبة، وبالتالي يبقى نقل عبء الضريبة على علاقة عكسية بمرونة الطلب. كل ما مرونة الطلب بتزيد، كل ما نقل عبء الضريبة بيقل، لأنه نقل عبء الضريبة معناه إن أنا هرفع السعر في السوق على المستهلك عشان أحمله الضريبة. لما أرفع عليه السعر ممكن المبيعات تقل بنسبة كبيرة، يبقى أنا الخسران. فنقل عبء الضريبة على علاقة عكسية، نقل عبء الضريبة على علاقة عكسية بمرونة الطلب.
كل ما الطلب زاد كل ما إمكانية نقل العبء قلت. طب العكس في مونت العرض، المونت العرض معناها مونت العرض معناها أن المنتج يقدر يتحكم في العرض، يقدر يزوده وينقصه، فدي على علاقة طردية. نقل عبء الضريبة على علاقة طردية بمرونة العرض. كل ما المنتج كان يقدر يتحكم في مرونة العرض، كل ما كان يقدر يتحكم في الإنتاج والعرض زيادته وتخفيضه، كل ما ينقل العبء وهو مرتاح. المنتج عنده قدرة على أنه يتحكم في المعروض ويقلله، فيرفع سعر الضريبة ويرفع سعر السلع في السوق عشان ينقل عبء الضريبة. لما ينقل عبء الضريبة ما يهموش أنه حتى لو المستهلكين قللوا الطلب شوية هيخزن السلعة وبعدين يبقى يبيعها تاني. فكل ما كان له قدرة على التحكم في العرض زيادة وانخفاضا، كل ما نقل عبء الضريبة بشكل أفضل وبشكل أريح. فنقل عبء الضريبة على علاقة طردية بمرونة العرض. طب نوع نفقة الإنتاج، هنا نقل عبء الضريبة توقف على نوع نفقة الإنتاج. كل ما كانت نفقة الإنتاج في أو الإنتاج في مرحلة تزايد النفقة غير ما يبقى في مرحلة تناقص النفقة. في مرحلة تزايد النفقة لما افرض ضريبة الإنتاج بيقل، فنفقة الوحدة بتقل، فالمنتج بيرفع السعر بمقدار أقل من الضريبة، عكس مرحلة تناقص النفقة. في مرحلة تناقص النفقة المنتج لما بيقلل الإنتاج النفقة بتزيد، عشان يعوض لازم يرفع السعر بأكتر من الضريبة عشان يعوض الضريبة ويعوض الارتفاع في السعر. بكده بنكون انتهينا من دراسة كل موضوعات الضرائب بما فيها تفاصيل أنواع الضرائب، ثم كيفية ربط الضريبة بمعنى كيفية تقدير المادة الخاضعة للضريبة وتقدير سعر الضريبة والنسبة اللي هناخدها من المول، ثم كيفية تحصيل الضريبة وإزاي نفرق بين من دفع الضريبة ومن تحمل عبئها، لأنه ممكن اللي بيدفع الضريبة يتحمل عبئها وتستقر عنده، وممكن اللي بيدفع الضريبة ينقل عبئها لأشخاص آخرين بناء على رفع سعر السلع في السوق. أنا بفرض ضريبة على المنتج بيرفع سعر السلع في السوق عشان يعوض الضريبة، بس مش كل ما أفرض عليه ضريبة هيعرف ينقل عبئها، لأن نقل العبء له شروط. لازم يبقى الطلب غير مرن عشان لما ينقل العبء ويرفع السعر الطلب ما يقلش بشكل كبير عليه، لكن لو كان الطلب مرن هيبقى فيه صعوبة في نقل العبء. لازم يبقى العرض مرن عشان ممكن المنتج يتحكم في الإنتاج وفي العرض، وبالتالي يقدر يتحكم في نقل عبء الضريبة ورفع سعرها. أيضا نوع نفقة الإنتاج بيأثر في نقل العبء. لو كانت نفقة الإنتاج نفقة متزايدة، يبقى لما هفرض عليه ضريبة الإنتاج هيقل، فالنفقة بتاعته هتقل. لما النفقة تقل مش محتاج يرفع السعر بكامل قيمة الضريبة، كفاية يرفع السعر بجزء منها. لكن لو كان في مرحلة تناقص النفقة، لما يقلل الإنتاج النفقة هتزيد، فيبقى محتاج إنه في السوق يرفع السعر بأكتر من الضريبة عشان يعوض الضريبة ويعوض كمان الزيادة في نفقة الإنتاج اللي حدثت نتيجة للضريبة. كده نكون انتهينا من موضوعات الضرائب، وإن شاء الله في المحاضرة القادمة ننتقل إلى القروض العامة. شكراً.